وهذا سائر يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الذي يكفر مطلقا بالحكم بغير ما أنزل الله؟ مفتي، هذا ما إما أنه والعياذ بالله ضال، وإما أنه جاهل، إما أنه ضال وإما أنه جاهل. فلا يطلق الكفر على كل من حكم بغير ما أنزل الله، قد يكون مجتهدا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. اللي أخطأ هل هو حكم بما أنزل الله ولا أخطأ؟ أخطأ ومع هذا له أجر. فيه تفصيل المسألة يا إخوان. نعم، ارجعوا إلى كلام أهل العلم، لا تأخذون كلام هؤلاء المتسرعين أو أصحاب الأهواء. نعم.